نحن دابا في واحد الزمان اللي ما نقولش لك اللي صار الدين يحارب، الدين بدأت الحرب عليه من اللي خلق الله سيدنا آدم. قال أريتك هذا الذي كرمت علي لأحتنكن ذريته. الحرب بادية من ديك الساعة. دابا الحرب ولات على الفطرة عباد الله، الحرب ولات على الفطرة، ولينا باغين غير الولد الذكر يبقى ولد ذكر، والولد الأنثى لأن كما لا يخفى على شريف علمكم الولد في اللغة العربية تطلق على الذكر والأنثى، بغينا الولد الأنثى يبقى أنثى. أنت تقول هذه لباك جدك يقولك شد الويل هذا وليتو فيه أنتم. والله العظيم ولات الحرب على فطرة الإنسان، بغينا الإنسان يبقى إنسان، بغينا الإنسان يبقى إنسان. تخيل مثلا دابا عندك إلا مشينا ناخذ مثلا غير الاندستري سينماتوغرافيك، الصناعة السينماتوغرافية في العالم كله وعلى رأسها السينما الأمريكية لأنها هي اللي كتحدد لك الكريتير شنو الفيلم المزيان شنو الفيلم المزيان. لا بغيتي تنتج فيلم ويدخل مثلا لمسابقة مثلا الأوردز ولا الأوسكار ولا شي حاجة بحال الشكل، لابد للفيلم أنه خصو يضم في الوسط ديالو مجموعة من الأمور متعلقة بحقوق الشواذ الجنسيين، بحقوق الأقليات، بكذا 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 بكذا. ما عندكش هاد الشيء ما بقاش دابا 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 ما بقاش الفيلم اصلا يدخل المسابقه. وجبنا داك النهار مع الاخوه فاس جبنا القضيه ديال الفيلم الاخر ديال مارفل ديزني ايترنالز، هذا سيونس فيكسيون اللي ما كيعجبوش سيونس فيكسيون اصلا مهني راسو من هاد اللقطه، ولكن راه غيلقى الدق في بلايص اخرين. الرسوم المتحركه لي ديسان زانيمي ما يمكنش، اللعبات شي ديال الجيمين شي ديال البلاي ستيشن الى اخره، راه ما يمكنش، راه ما يمكنش. عتي راه الحرب على الفطره، ما بقيناش كنهضروا الحرب على الاسلام، الحرب على الفطره بواحد الشكل لا يتصور على البال. والسيد راه تيمشي للجامع تيصلي ومرته راه تمشي للجامع تتصلي وربما تلقاه نسال الله العافيه تيدير الدروس للناس وتيوعي وتيقري وكذا، والسوسه خدامه تتاكل ليه في ولادو وسط الدار. لا تبارك الله غادي في قرايته مزيان، راه شريت ليه واحد التليفون ودبرت ليه على واحد لابونمون ديال نتفليكس. بالحاجه حيد لي حوايج ولوحو في الزنقه، سي سي بلو سي ديريكت سي دو كاري سي بغيت انا سيدي ربي كيقول لك ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه، ما كايناش الريحه ديال فاتخذوه صديقه ولا اتخذوا معه هدنه ولا ديروا معاه قول لي انت غادي نعطوك الحد نفجروا فيه وعطينا انت من اثنين حتى للسبت نعيشوا بخير وعلى خير، ما كايناش هذه. لكم عدو ديما فاتخذوه عدوا ديما، فنفهمش يعني ما بالنا دابا حنا متخذين صديقه وليه ومركبين الفوق ولي شاد الكيدون، الله يصلح الحال. اذا باش كيداوى هذا الشيء كيداوى بعقيده صحيحه، كي قلنا يعلمكم دينكم، عقيده ديالك من هو الله، وغير الاشاره الاسلوب زوين والكلام الليد وكونسونطري وما كثيرش بزاف حتى لا ميزون باج طري طري زايري باش كتشجع على القرايه. الكتاب ديال لأنك الله ديال علي بن جابر الفيفي، والله كتاب ينصح به. ديروا سيدي غير كتاب ان ليفر دو شوفي، تات بغيت نعس في الليل وحلو قراه، تات بغيت نعس في الليل وضربت ليله. هو عباره عن جوله روحانيه في اسماء الله الحسنى وصفاته العلى. كيمشي معاك اسم الله الرزاق وتيعيشك معاني جميله جدا. سي با تريك فهمتيني اللي كاري تيوريك ديال سينيس كوسينوس الاخر، لا لا كتعيش معاني قلبيه لذيذه جدا. ديرو قلت لك ان ليفر دو شوفي تات بغيت نعس وهز وضرب فيه واحد جوج ثلاثه ديال الصفحات، ثلاثه الصفحات راه بحال اللي راه الله قريتي ثلاثه الجمل، راه هو كاتب بواحد الشكل طابعو بواحد الشكل اللي ايري بزاف، يعني صفحه واحده كتلقى فيها واحد اربعه الجمل خمسه الجمل، سهل سهل سهل. ما كنقولش لك كذا ما حيت حقرت المستوى ديالكم في العربيه، لا انا اللي حيت عارف ان الشباب بحكم الارتباط ديالي به كثير عارف انه والتي يعجز انه يقرا بزاف، ماشي حيت المستوى ديالو في العربيه يطيح حاشا، ولكن كيعجز يقرا بزاف. صاحبك كيكتب لك ان بوست كيكون كاتب ان بوست في فيسبوك فيه جوج سطوره ونص وكاتبين لك فواغ بلوس ديك ريد مور ولا يقرا المزيد، دوك اللي صحاب العربيه معصبين وكذا كتقول كتركبك الخلعه قبل ما تقرا على ديك فواغ بلوس، كتكليكي عليها الى هبط واحد اربعه خمسه سطور ثمانيه مسالي خمسه سطور ما مساليش. علاش قلت لك الكتاب فهمتيني سلس زويون يتقرا في هذا الباب هذا اللي اصلا عنده الريتم ديال القرايه كيقرا به الى اخره. قرا لك نعم سيدي فقه الاسماء الحسنى
ديال الدكتور عبد الرزاق البدر، جميل جدا في هذا الباب، هذا جميل جدا. قرا لك جماليه الدين ديال الدكتور فريد الانصاري الله يرحمه، غيبدا يبان لك الدين زين. عرفتي هذا الكلام ديال الدين زين، غيبدا يبان لك الدين زين. وكتاب من سميته والله العظيم يتقاطر جماليه ملي كتحلو تقرا فيه. وقد علم كل اناس ما شربهم، على حسب الريتم ديال القرايه ديال كل واحد فيكم. قناة الأنس الفضائية، ويحلو الأنس مع قناة الأنس.